لو تحدثنا يعني قليلا الشيخ عن الشيخ الامين الشيخ الله يرحمه صاحب الله رحمه الله الشيخ محمد الامير رحمه الله وعجوبه ولكم قرابه يا شيخ به من قبيله الجكني نعم هم فرع ونحن فرع ومحمد المختار هذا فرع اخر نعم كنا فرع اخر اي نعم هي قبيله قبيله واحده هي 11 بطن 11 بطن ونحن كل واحد منهم بطن لسنا نعم. من بطن واحده الشيخ الامير رحمه الله واياه وتعالى امين وعجوبه الحقيقه في الفهم والاستحضار واشتغل بالقران ما شاء الله واشتغل باصول الفقه والنحو واللغه هذا هذا هذا, هذا فنه الحقيقه نعم ذات مره وكان عنده طفل صغير من غير ليس سقيقا لمختار عبد الله من امراه اخرى نعم جاء غير محمد غير 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 مختار غير مختار وعبد الله نعم عنده ولد فالمدينه ما فيها غير مستوصف واحد عند باب السلام واحد مستوصف نعم والناس يمسكون فيه عليه السرع طابور طويل طابور طويل نعم فوقف في الطابور نعم وانتظر حتى وصل الى الى طبيب مصري مصري فكأنه عرف انه من اهل العلم هذا نعم. قال يا شيخ عندي لا نافيه الجنس هاي صعب علي قال شرحها لك شرحا لا تنساه بعده ابدا المهم مشيني ايوه ولدي مريض ايوه فطبعا مشى الرجل المهم كلمه انه قال له شرحها شرحا لا تنساه ابدا لا تنساه ابدا شرحها له طبعا سبحان الله هذا ذات مره مر على السودان وهو أيوة. بدوي الشيخ الأمين الشيخ الأمين مرة على السودان على السودان. أرض السودان نعم وسمعوا به فيه ولد فيه رجلا جكنيا من فرع آخر أيضا من جكنيين في السودان مقيم نعم فجمع له العلماء نعم فأعجبوا به جدا فقال له أحد العلماء يا شيخ ارجع لنا لما بعد ما تحج ارجع لنا لما تجلس عند الوهابية نعم عند الوهابية نعم عند الوهابية فقال له شخص من أكراد العراق خرج به قال يا شيخ الوهابية مثلك ممن يستدل بكتاب الله ويرجع إلى كتاب الله ويجعل كتاب الله نصب عينه لا يختلفون معه الله أكبر نعم الله أكبر هذا ما يختلفون معه العقيدة هي العقيدة هي الأساس نعم تجمع القدم الشاهد أنه الشيخ الأمير رحمه الله كان عنده شعر إلى منكبيه على طريقة الشناطة يربون شعرا طويلا نعم. إلى هناك أنا ألف البادية في السعودية كانوا يعملون هذا نعم قالوا يا شيخ هذا الشعر شيلوه بعدين الشيخ الأمين على طريقة الشناطة أحيانا يحضر له ملابسه يخلع سرواله أيوة. ويلبس الثاني نعم. يلبس الثاني نعم. ما عنده مانع في هذا نعم. مع الدراع يلبس الدراع هو يلبس لا صار يلبس ثوب السودان لكنه يلبس الثوب يخلع الثوب السروال القديم ويخلع يلبس الجديد نعم. كان الرجل يلاحظها عليه لا يسكت مرة كان عنده كريم من العلماء مجلس مريم العلماء نعم. وجاءت الملابس فالعالم السوداني أحب أن ينبهه قالوا يا شيخ ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع عرف السر عموم المنع أيوة. قالوا لا تخاف لن أصرفها أيوة. ولا ألبسها أمام الناس أيوة. ما شاء الله رحمه الله ثالث سراويل شكلها أيوة. شكل صيغة المترجمون صحيح. هي مفرد صحيح. الذين يلبسوا الآن اسمه سراويل صحيح. إذا أردت جمعا قل سراويلات نعم. وأصلا الكلمة غير عربية ابن مالك قال هي هيئتها هيئتها كهيئة صيغة المترجمون نعم. صيغة المترجمون تبدأ بفتحتين نعم. ثم بألف نعم. وبعد ألف حرفان نعم. وثلاثة حرف وسطها ساكن صحيح. مساجد ومصابيح نعم. إذا كان بعد ألف ثلاثة حرف نعم. وسطها متحرك نعم. انصرفت كملائكة وجحاجحة نعم. فهو ابن مالك قال هي شكلها هيئتها هي. وضعها كالجمع وهي مفرد لكن مع ذلك الحقها به فمنعه من الصرف نعم. فالشيخ قال وليس راويه قال لا تخاف لن أصرفها ولن ألبسها أمام الناس. أمام الناس. الله يبارك. سمعتها منهم. نعم. سمعتها منهم. سمعتها من الشيخ الأمير. ما شاء الله. الله 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 الله.